نعم السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم عايز اسال حضرتك عن الزوجين اللي طول عمرهم بينهم موده ورحمه وتفاهم وتعاون في كل شيء في حياتهم وربوا اولادهم جيدا مع ان الزوج كان غايب معظم الوقت نظرا لطبيعه عمله وبعد ما كبروا واصابتهم الامراض تغير الوضع اصبحت الحياه كما يقال سم بك مع انهم محتاجين الموده والرحمه أكثر الآن إيه الحل أرجوك ترد عليا وشكرا السؤال ده سؤال مهم أوي لأن معنى إن أولادهم كبروا فعلى الأقل هما دلوقتي في الخمسينات أو الستينات فالخمسينات والستينات الإنسان بيرجع تاني يعني إحنا عندنا كده منحنى العمر لما بيرجع الإنسان بترجع بتتغير احتياجاته يعني الإنسان بتتغير احتياجاته يعني إيه بيبدأ احتياجاته تبقى شبه احتياجاته في الطفوله فلما بيكبر في السن الانسان بيبقى عنده احتياج ان حد يطبطب عليه يرعاه يحسسه بان هو في امانه ولذلك كتير من الاباء والامهات بتحس اولادهم ان هما بقوا ابائهم هما اللي بقى بقت هي ام والدتها وبقى هو اب ابوه ليه طيب بيبقى كده؟ لإن الاحتياجات بتتغير وربنا سبحانه وتعالى بيغير الخلق وعشان كده الله سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نكون على في أعلى درجات الحنية وأعلى درجات الرحمة بأهلنا لما يكبروا بس هي بتكلمني في حاجة تانية بتكلمني في إن هما العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها أنا لا أقصد العلاقة مش أقصد العلاقة الخاصة هي بتقصد ان احنا بقى بينا جفاف بقى بينا جفاف زواجي وبيننا جفوه زواجيه بقى في خرس زواجي مش بس خرس زواجي هي بتقول وكان الحياه وقفت خلاص الحياه الزوجيه وقفت خلاص اللي حصل ده بيحصل في حاجتين حاجه اسمها التشبع الزواجي في بعض الاحيان بعض الرجال واضح ان اللي سال امراه فاضرب مثال واتكلم عن الرجال وعلى فكره ساعات بتحصل قبل كده بيحصل حاجه اسمه التشبع الزواجي التشبع الزواجي يعني ايه يحصل ده برضو لعبة الكوره ان خلاص هو مش عايز يعمل اي حاجه زواجيه هو عايز بقى شويه بقى هو عمل للاسره دي وعمل والاولاد كبروا وكده فهو عايز دلوقتي ودوت بيبقى في الرجال اكتر من الستات هو عايز دلوقتي ايه اللي يحصل هو عايز دلوقتي يحس بهدوء وسكون ومش عايز اي دوشه ومش عايز اي ضجيج عايز حتى يبقى لوحده لان اقول لكم حاجه مثلا الرجاله في لحظه من اللحظات بيحس حتى في العلاقه الخاصه ما خلاص ما انا حصل كل حاجه علاقه خاصه اتمتعت وخلفت وربيت واتهجرت وهجرت عملت كل حاجه فهو يحس بانه ايه مستغنى عن كل حاجه مستغنى عن الكلام قلنا كل الكلام مستغني عن العلاقة الخاصة عملنا كل حاجة مستغني عن ان ان يبقى حد انيسه انا دقت معنى الانس وخلاص حاسس ان الانس ده مش بيجيلي فيبقى مش عايز يتكلم ولا عايز اي حاجة خلاص الحياة وقفت الحياة الزوجية وقفت ده ممكن يوقع صاحبه في الحرام يعني لو هو قاصد ده وهو ما بيغيرش ده يوقع صاحبه في الحرام ليه؟ لان عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اعظم الإثم ان يعني يضيع الرجل من يعول يقول ما انا ما ضيعتش حاجه الاولاد كبروا خلاص انتم ما كنتوش فقط علاقتكم الزوجيه ولا الاسره موجوده عشان ايه عشان تعملوا منتج اللي هو ايه الاولاد الاولاد مقصد وجودهم وتربيتهم مقصد من مقاصد الاسره بس المقصد الاساسي ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة المعنى ده ده يفضل معانا طول الحياة وبيبقى كل ما يزداد شريك الحياة احتياجا للمودة والرحمة ويزداد احتياجه للسكينة كل ما بيبقى واجب عليا ان انا اعمل ده لان ربنا امرنا وقال وعاشرهن بالمعروف فلازم العشرة تكون بالمعروف وده مش معروف اللي بيحصل ده حرام طب واحد يقول ما انا خلاص بقيت زهقان بيقول ان انا زهقان لا 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 خالص ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها الكبار في السن لازم يزكوا نفسهم ومن اهم تزكيه الكبار ان هم يتوبوا عن الزهقان لازم الراجل الكبير يتوب من الزهقان واحنا ما نساعدش الكبار على ان هم من حقهم الزهقان الزهق والملل ليس من حق كبار السن من حق كبار السن ان هم في حياتهم الباقية وربنا يطول في أعمارهم أن يجذبوا معاني القرب من الله ويعيشوا لذة المحبة وليس هناك لذة القرب من الله أقرب من أن أنت تجبر خاطر حد فيا سيدي أجبر خاطر زوجتك وأجبر خاطر نفسك وحس أن الحياة ما زالت موجودة وما تنتظرش ما تبقاش منتظر لحظة النهاية لأنك لا تدري متى تكون النهاية لان الله سبحانه وتعالى قادر ان يعطيك من العطاء ومن الود ومن المدد ما تندهش به هذه الساعات التي تعيشها استثمرها استثمرها في حب الله واستثمرها في ان انت تدخل السرور على قلب مسلم وساعه ما تعمل كده هتعرف معنى السعاده الحقيقيه حياتنا ما نعرفش نهايتها لكن نعرف من بيده هذه السعاده يا رب سعدنا واجعلنا دايما من اهل السعاده ومن اهل ان نسعد غيرنا لنذوق حلاوه انك تسعدنا بمددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين اجعلنا باب سرور وافتح قلوبنا بالنور يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اجعلنا سر سعاده لاحبابنا يا رب العالمين